اختيار الموقع كان ليه فعلا اكتر من عامل. يمكن تجارب الدول كلها الدوليه اللي واحنا بنعمل تخطيط للعاصمه الاداريه الجديده لجأنا ليها، عندنا تجربتين اساسيتين مثلا زي البرازيل وزي جنوب افريقيا، هم مختلفين تماما. جنوب افريقيا يمكن عندها 3 عواصم، برازيل يمكن مختلفه تماما عندنا لان العاصمه الاصل كانت في الساحل على حدود المدينه حدود الدوله، ولما جم يعملوا عاصمه اداريه عملوها في قلب المدينه عشان يبتدوا يحيوا قلب المدينه. احنا عندنا العكس. أهم إيجابية موجودة إن لازم العاصمة عشان تنجح إنها تكون قريبة من أماكن قائمة وليست في أماكن بعيدة. بعض الدول حبت إنها تروح بعيد عن الأماكن القائمة فراحت بال 500 كيلو و600 كيلو، الناس رفضت إنها تتنقل أو وبقت الحركة ليها صعبة وحصلت مشاكل كتيرة، ويمكن بعض هذه المدن خاوية حاليا. إحنا مدرسنا درسنا الامتداد السكاني والكثافة السكانية رايحة اتجاه الشرق.